شعب جائع عائم على بحر الماس، كيف أفقر ملياردير إسرائيلي دولة الكونغو؟ في سن 23 فقط وصل الشاب الإسرائيلي اليافع دان جيرتلر إلى دولة الزائر، حيث كانت تشهد البلاد فوضى أمنية وسياسية غير مسبوقة سنة 1997. فقد شهدت فترة التسعينيات حربا أهلية في منطقة وسط إفريقيا على غرار الحرب بين الهوتو والتوتسي في رواندا، والتي كانت الكونغو الديمقراطية والزائر حاليا مسرحا لانعكاساتها. في سنة 1997 غزا تحالف بين الجيشين الرواندي والأوغندي حكومة موبوتو، وتحالف مع شخصيات معارضة من بينها الرئيس السابق لوران كابيلا الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد بعد سيطرة قواته على العاصمة. ينحدر جيرلتر من عائلة تجار الألماس، إذ ورث هذه التجارة عن أبيه وجده، وفور إنهائه الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي انطلق ليكمل بزنس العائلة، والوجهة كانت الكونغو الديمقراطية. استطاع دان جيرلتر أن ينسج علاقات قوية مع الرئيس كابيلا الأب، ثم كابيلا الابن الذي ورث الرئاسة عن أبيه في سنة 2001 بعد مقتله من طرف أحد حراسه الشخصيين، ليسيطر جيرتلر خلال عقدين على مناجم البلاد المعدنية. وتذكر تقارير صحفية أن جيرتلر كان يوفر للرئيس كابيلا صفقات أسلحة مقابل الحصول على احتكار سوق المعادن في البلاد. ليس هذا فحسب، بل إن منظمات غير حكومية إفريقية أكدت أن الكونغو الديمقراطية خسرت في ظرف 3 سنوات فقط من التعامل مع جيرتلر ما قيمته 1.3 مليار دولار بسبب التسهيلات التي يحصل عليها جيرتلر بشكل غير مسبوق. استطاع رجل الأعمال الإسرائيلي تكوين ثروة خيالية تقدرها فوربس ب1.2 مليار دولار من خلال استثماراته في قطاعات المعادن والفلاحة والبنوك، بفضل علاقاته المشبوهة في هرم السلطة بالكونغو الديمقراطية مع مسؤولين متورطين في جرائم حرب، أبرزهم الرئيس السابق جوزيف كابيلا. وخلال عقدين من الزمن استطاع جيرتلر نسج علاقات داخل الكونغو الديمقراطية سمحت له بالحصول على صفقات ضخمة غير مشروعة لتصدير الألماس والذهب والنفط، بالإضافة إلى معدن الكوبالت ومعادن نادرة أخرى، والتي وثقتها هيئات حقوقية كونغولية وإفريقية، بالإضافة إلى منظمات بريطانية وأمريكية ودولية، وظهور أوراق بنما وملفات الجنة. أدوار جيرتلر المشبوهة مع القيادة السياسية في الكونغو. أدانت العديد من الجهات دان جيرتلر وسلطت الضوء على أدواره المشبوهة في الكونغو الديمقراطية، أبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى فرض تجميد أصوله في الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر سنة 2017 أثناء عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد قال مراقبون إن قرار العقوبات هذا دفع رئيس الكونغو الديمقراطية إلى عدم الترشح مرة أخرى للرئاسة. وقبل أيام قليلة من مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض، استطاع دان جيرتلر أن يحصل على رخصة سنوية لإلغاء تجميد الأموال التي أودعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سمح له غالبا بنقل ثروته خارج الولايات المتحدة قبل أن تباشر إدارة بايدن فرض العقوبات المالية عليه من جديد. الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بإعادة العقوبات المالية على الملياردير الإسرائيلي، وذلك بعد أن استطاع رجل الأعمال المتورط في صفقات مشبوهة في الكونغو الديمقراطية من خلال استغلال جماعات الضغط في واشنطن أن يحصل على عفو من طرف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في آخر لحظة. وقد جاءت هذه العقوبات الاقتصادية على دان جيرتلر بسبب اتهاماته بالتورط في الفساد مع القيادة في الكونغو الديمقراطية، ما أتاح له السيطرة على مناجم الدولة الإفريقية واحتكار استخراج المعادن الثمينة التي تزخر بها البلاد، بحسب نشطاء كونغوليين، وهو ما كلف البلاد 1.3 مليار دولار على الأقل بحسب أفريكا بانل. تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية في جنوب الصحراء الكبرى، وهي ثاني أكبر بلد إفريقي مساحة بعد الجزائر، والغنية جدا بثرواتها الطبيعية ومعادنها النادرة، والتي تسيل لعاب الكثير من القوى العالمية. وتزخر الكونغو الديمقراطية ب80% من احتياطي العالم من معادن الكولتان الذي يستخدم في صناعة المفاعلات النووية ومحركات الطائرات والأجهزة الإلكترونية المعقدة والصواريخ، وهو ما يجعلها عرضة للتنافس الدولي الشرس على مناجمها وثرواتها الطبيعية. في الوقت نفسه، فإن هذه الدولة الإفريقية الضخمة غارقة في الصراعات المسلحة،
وهو ما سمح لأمراء الحرب بالحصول على ثروات طائلة من خلال استخدام العنف للسيطرة عليها وبيعها للأجانب. أياد إسرائيلية في إفريقيا، سيطرة على الثروات ودعم للديكتاتوريات. رجل الأعمال الإسرائيلي المتورط مع طبقة الكونغو الديمقراطية الفاسدة في احتكار قطاع المناجم ينظر إلى نفسه بصورة مغايرة تماما عن تلك التي تصورها المنظومات الحقوقية. ففي الوقت الذي تشتكي المنظمات الحقوقية الكونغولية والعالمية من نفوذ جيرتلر لدى السياسيين من أجل السيطرة على ثروات البلاد، فإن هذا اليهودي الملتزم الذي لديه 11 طفلا والذي يقضي أغلب وقته في الكونغو الديمقراطية ليعود فقط يوم السبت المقدس إلى إسرائيل للعبادة، يرى أن مهمته في الكونغو الديمقراطية مختلفة تماما، إذ يعتبر نفسه منقذا لهذه الدولة الإفريقية الفقيرة، بل صرح بأنه يستحق جائزة نوبل مقابل مجهوداته في تطوير البلاد ودعم استقرارها. وفي الوقت الذي امتلأت جيوب جيرتلر بأموال الألماس القادمة من أفريقيا، فإن الكونغو الديمقراطية تبقى إحدى أكثر بلدان العالم فقرا، إذ يقبع أكثر من 72% من السكان في فقر مدقع. علاقات جيرتلر المتشعبة مع رجال أعمال يهود سمحت له بتوسيع إمبراطوريته الاحتكارية لمعادن الكونغو الديمقراطية، إذ عرف كيف يستغل هذه المناجم التي غالبا ما تضم عمالة للأطفال ويربطها مع شركائه من رجال الأعمال اليهود ليصدر هذه المعادن إلى العالم. ويعد مارك ريتش شخصية محورية في الصفقات المشبوهة، بالخصوص مع الأنظمة المفروض عليها عقوبات اقتصادية والتي تزيد تسويق معادنها إلى العالم عبر قناة خلفية، إذ أن شركته المذكورة قدمت خدمات لكل من نظام الأبارتيد في جنوب إفريقيا ونظام صدام حسين أثناء فترة الحصار الاقتصادي، بالإضافة إلى النظام الإيراني كما وصفته الصحافة الإسرائيلية بأنه الرجل الذي باع نفط إيران لإسرائيل. وقد كان مارك ريتش في قائمة أكثر 10 شخصيات مطلوبة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI الأمريكي، إلا أنه تحصل على عفو رئاسي من طرف الرئيس الأسبق بيل كلينتون في أواخر أيامه في البيت الأبيض، ولعل ذلك مرتبط بشدة بتبرعات مارك ريتش السخية لحملة كلينتون الانتخابية.